ويخسر فريق البطولة. عموما مسيرة لاتسيو لم تكن مسيرة سهلة، مسيرة لاتسيو البطل في هذا التقرير للزميلة حزام العجمي. شايف مونتيرو كرة تلعب على طول تدخل ترجع من قبل جول جول جول، هذه هي الخدمة. ويا هي خسارة، لأن هي الخسارة الكبرى والطامة الكبرى. وصدر سيداتي أنساتي سادتي، حكم المباراة معلن نهاية فوز بيروجيا على الجبل تص بهدف، وهذا هو ماتيرازي ياخذ الكرة وطبعا ينطلق بها داخل، وبهذه النتيجة يذهب درع الدوري إلى لاتسيو، وكما ذكرت تعلق ببصيص من الأمل. عشر من مايو وفي الأولمبيكو بروما عاد سكوداتو إلى العاصمة الإيطالية للمرة الثالثة بعد الحرب العالمية الثانية. لاتسيو في العام 74، روما في العام 83، ومجددا لاتسيو سنة 2000. اللقب الثاني للاتسيو بعد مسيرة موفقة هذا الموسم، أهم علاماتها أن لاتسيو يبقى الفريق الوحيد الذي لم يخسر على ملعبه، وله أقل عدد من الهزائم في الدوري استقرت على 4. هو الفريق الوحيد كذلك الذي هزم اليوفنتوس في بيلي ألبي. لاتسيو هذا الموسم احتفظ بأسرار الكالشيو لآخر اللحظات لينتزع بإصرار البطل اسكوديتو من اليوفنتوس. فريق العاصمة روما بدأ موسمه بتسع مباريات متتالية دون خسارة، وكانت هزيمته الأولى أمام جاره روما برباعية اقتسمها دلفيكي ومونتيلا. ثم بعد 5 أسابيع جاءت خسارته الثانية، هذه المرة أمام فينيتسيا. هذه النتائج أثرت على انطلاقة لاتسيو الموفقة خلال المرحلة الأولى، ليتراجع بعدها الفريق إلى المركز الثاني. وزاد لاتسيو خروجه من دور الثمانية لدور أبطال أوروبا إصرارا على تجديد الملاحقة في مرحلة الإياب من الكالشيو. وقد شكلت كتيبة أمريكا اللاتينية قوة دفع كبيرة للفريق طيلة الموسم، إذ وجد الفريق في تشيلي ثلاث الهدف الأول ب 12 هدف إضافة واضحة في الخط الأمامي إلى جانب سيموني إنزاغي وكذلك ألان بوكسيتش، ليحتل لاتسيو المركز الثاني على صعيد الهجوم ب 64 هدفا. وفي خط وسط الميدان ساهم مجيء فيرون الى لاتسيو في اضفاء التوازن المطلوب والفعالية اللازمة، فالارجنتيني قدم موسما متميزا سجل خلاله 8 أهداف ليكون على قمة لائحة الاجانب المتألقين في الكالشيو. والى جانب فيرون كان الارجنتيني الاخر دييغو سيميوني رجل الاسابيع الاخيرة بمردوده الوافر واهدافه الحاسمة. لاتسيو كذلك يمتلك في خط دفاعه ورقة رابحة أخرى، فأسماء مثل نيستا وبانكارو ونيجرو وميايلوفيتش وفرناندو كوتو قدمت موسما كبيرا وأسهمت بدورها في تتويج لاتسيو. وإذا ذكرنا دور اللاعبين فلا يمكن أن ننسى أبدا المدرب السويدي إريكسون الذي يعرف الأجواء الإيطالية منذ 13 سنة، وهو عامل هام ساهم في نجاح قيادته للاتسيو في موسم لعب فيه الفريق على 3 وجهات، فنجح بطولة وكأسا. باستعمال إريكسون 23 لاعبا دليل واضح على ثراء الزاد البشري للفريق. الطرف المهم الآخر في نجاح لاتسيو هو إدارة الفريق، وخاصة رئيس النادي كرانيوتي الذي ارتقى معه لاتسيو ليعانق طموحات الأندية الكبرى بإصراره على التعاقد مع أفضل النجوم. ويكفي كرانيوتي فخرا أنه شكل قوة الدفع البسيكولوجية اللازمة للاعبيه ليؤمنوا بحظوظهم إلى آخر لحظات الكالشيو، متداركين ما كان يبدو صعبا إن لم نقل مستحيلا 9 نقاط فارق التي كانت لمصلحة المتصدر فريق السيدة العجوز، وواضعين حدا ل9 مواسم من سيطرة الميلان واليوفنتوس على سكوديتو.